400 طالب يلتحقون بمقاعد الدراسة بعد افتتاح المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي وأخرى للرياضيات بالقطب التكنولوجي لسيدي عبد الله، على أن يرتفع عدد المقاعد البيداغوجية إلى 1000 مقعد في غضون 5 سنوات. أيها الطلبة، إن المدرسة إنما هي مدرستكم، قد تجهزت لاستقبالكم في أحسن الظروف وأنجع الوسائل وأكمل الخدمات، وأنتم السابقون السابقون إليها، وأنتم أهلا لها، لا لشيء سوى أنكم متميزون في دراساتكم ومتفوقون في جهودكم، ولكم إرادة قوية وعزيمة فولاذية لرفع تحديات كبرى، تحديات تجتازها أولا بلادنا ويمر بها العالم بأسره. نريد لهذه المدرسة أن تصبح نموذجا يحتذى في جودة التعليم والبحث العلمي والتطور التكنولوجي وإطلاق المؤسسات الناشئة التي سيذيع لها صيت وأي صيت. الطلبة الذين سيتلقون تكوينا نوعيا بمقاييس ومعايير دولية أعربوا عن فخرهم بالالتحاق بهاتين المدرستين، مؤكدين عزمهم على المساهمة في التطور التكنولوجي للبلاد بعد التخرج. كان شرفا لي أن أتواجد بهذه المدرسة، فكان شعورا رائعا لأننا أول دفعة في هذه المدرسة، والحمد لله الذي وفقنا لهذا، فهي مدرسة للممتازين، والحمد لله أني كنت مع هذه الدفعة. بالدخول لهذه المدرسة أن أشرف عائلتي أولا، ثم ثانيا أن أكون باحثة وأساعد في خدمة وطني. يعني فخور كوني كنا الدفعة الأولى في هذه المدرسة الجديدة العليا الذكاء الاصطناعي، وإن شاء الله نكونوا فخورين بنا ونطوروا الدولة تاعنا. وتجسيدا للأهداف المستطرة من إنشاء هاتين المدرستين، أبرمت شراكة مع 5 دول أجنبية بغرض تبادل المعلومات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي للطلبة.